السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتنا، قناة أنشطتي الهادفة. وفي هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن الإطار المرجعي الخاص بمادة الرياضيات لسنة 2021، بالنسبة للدروس التي ستكون في الامتحان الوطني لهذه السنة شعبة علوم محيط الأرض والفيزيائية، الدروس هي كالتالي: اتصال، لكن كونتينويتي، اتصال في نقطة، لا كونتينويتي أون بوان أو أن بوان، اتصال على مجال، لا كونتينيتي سور أن انترفال، صورة مجال، إيماج دان انترفال، الدالة العكسية، فونكسيون ريسيبروك، ومبرهنة القيم الوسيطية تي في اي. ثم هناك أيضا درس الاشتقاق، لا ديريفاسيون، نجد فيه الاشتقاق في نقطة، ديريفابيليتي أو أن بوان، الاشتقاق على مجال، ديريفابيليتي سور أن انترفال، متتاليات لي سويت، عدد العقديه لي نومبر كومبلكس، الدوال اللوغاريتميه فونكسيون لوغاريتم، الدوال الاسيه فونكسيون اكسبونونسييل، الدوال الاصليه لي بريميتيف، حساب تكامل كالكول دانتيغرال، الدوال الاسيه للاساس لي فونكسيون اكسبونونسييل دو باس. هذا كل ما يتعلق بالاطار المرجعي المحين الخاص بماده الرياضيات. وتجدون ايضا الإطار المرجعي الخاص بالمواد الأخرى إما على موقع الوزارة، وزارة التربية الوطنية، أو على البريد في البريد الإلكتروني تعليم.ma. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله في جديد المباريات وكل ما يتعلق بالمجال التربوي.